بكم في البيت الصحراوي. نتمنى لكم تكونوا كاع بخير وصحه رمضانكم. اليوم راح ندير خبز الدار. عندي 500 غرام فرينه، عندي لحظه، عندي سانوج، عندي حبه حلاوه، عندي جنجلان بالطبع، زيت الخماره والسكر وحبه بيض. نبدا بالخماره، ندير مغرف خماره وشوي مغرف، شوي مغرف سكر، مغرف لحظة ونص، سانوج، حبة حلاوة، جنجلان، جنجلان ندير مغرف ونص، ونخلط كل شيء مع بعضه. هاد الخبز يجي مليح مع فيه السانوج، كيجي فيه واحد القوم الزينته، نتمنى تجربوه. مغرف زيت، مغرف زيت ونص، حبه بيض، ملح، واحد درها ونص مغرف، ما دافي. بسم الله نبدا نلمد فيها. نلمدها حتى العجينة واحد جوج دقايق. الفرينة اصلا ما تبغيش العجين بزاف. نلمدها ونخليها تخمر، ندير شويه زيت هنا باش تخمر، خليها تخمر ونعاود نار. من تخمر نولي ها هو الخبز خمر، راني كسرته دركا نقرصه باش نديره يطيب. 500 غرام دير لي جوج خبز. دير الزيت في الصينية، دهنها، قرصها، هاني قرصتها، أنا ما نبغيهاش غليظة، نبغيها شوية متوسط الخبز، ما نبغيش فيه البابة بزاف. نرص بيضة، ندير شوية قهوة هنا، أنا نبغي الخبز من الفوق يجي حمر بزاف.
ندهنه من الفوق كاع ندهن الخبزه بالبيض ندير حبة حلاوة من الفوق سانوج كيما درنا لداخل نديرو من الفوق الجنجلان ها هي ونخليها تخمر ونديرها طيب ونولي لكم مزيان ها هو الخبز وجد نتمنى تجربوه جا خفيف يوال بحريرة رمضان مع درت له مغرف ونص جنجلان جا فيه واحد القو هايل نتمنى تجربوه شوفوا كي جا خفيف وبصحة رمضانكم والسلام عليكم.